في نفس المنطقة، منطقة سنيورت داخل مجمع كريستال. في هذه المنطقة مجمع شهير، مجمع سكني يتواجد به يعني عدد لا بأس به من العرب. مع الأسف الشديد حدثت مشكلة بين صبي يمني يبلغ من العمر 15 عاما وآخر تركي نتيجة لعب كرة القدم داخل المجمع، وفي النهاية أتى هذا يعني الشاب أو الصبي التركي بخمسين شخص مع الأسف الشديد اعتدوا على هذا اليمني. حاول أخوه أو شقيقه يعني نجدته، لكن مع الأسف الشديد تعرض أيضا للضرب المبرح من قبل هؤلاء المعتدين. السلطات في تركيا تدخلت، الآن الصبي في المستشفى، يقال بأنه حالته الصحية ليست على ما يرام. السفير اليمني ذهب إلى المجمع السكني يحاول طمأنة الجميع، ذهب أيضا للقاء والد الضحية. هناك مناشدات للدولة التركية بأن تنتهي مثل هذه الوقائع العنصرية، هناك اتهامات لأوميت أوزداو لرئيس حزب النصر التركي بأنهم هم من يروجون لمثل هذه الأفعال الشنيعة والخطيرة نتيجة الأقوال الغير حقيقية عن اللاجئين وعن المهاجرين وعن الأجانب، وأن هناك عنصرية من قبل البعض داخل المجتمع التركي تجاه هؤلاء المهاجرين والأجانب. وهناك نداءات للحكومة التركية بالضرب بيد من حديد على من يحاول زرع الفتنة بين الأتراك والعرب، على من يحاول الترويج لمثل هذه الأفعال الإجرامية. السلطات التركية من جانبها يعني لا تدخر جهدا في مواجهة مثل هذه الدعوات، لكن مع الأسف الشديد أصوات هؤلاء العنصريين في الفترة الأخيرة أصبحت عالية. لذلك هناك نداءات بالفعل حتى للإعلام التركي بأن يتحلى بالمسؤولية وأن يواجه أمثال هؤلاء ممن يزرعون الفتن بين العرب والأتراك. ويبدو بأن الوجود العربي في تركيا يسبب حالة كبيرة من الغيظ والعداء تجاه من يكرهون الإسلام. رأيناهم وهم يستهدفون لغة القرآن في البلديات التابعة للمعارضة التركية، ورأينا أيضا حملة مدافعة عن اللغة العربية من قبل أصحاب التوجهات الإسلامية في تركيا والمناصرين بالقطع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. إذن هناك محاولات كبيرة من أجل ضرب استقرار الدولة التركية، خاصة وأنها تحقق نجاحات كبيرة ومتتالية في الآونة الأخيرة في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هناك حرب اقتصادية أيضا تشن على الدولة التركية، هناك أيضا حروب تشن على العالم الإسلامي والمقدسات الإسلامية نراها تحدث من قبل دولة السويد عن طريق تكرار واقعة حرق القرآن الكريم وحرق نسخ من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في الميادين الرئيسية في العاصمة ستوكهولم. لكن في النهاية